طبعا هسه راح نلعب لعبه بنهايه الحلقه، راح نشوف ايش قد انتم ثلثين الولد على الخال. والله ما ادري بهاي اللعبه يجوز لا بيطلع. استاذنكم كل واحده تاخذ واحده. لعبه التوافق، راح اسالكم مجموعه اسئله نشوف اذا راح تجاوبون نفس الجواب. يعني نكتب؟ راح تكتبون، وطبعا يعني ورا كل اجابه راح تمسحون بهذا يعني. اوكي؟ يعني كتبوا بدون ما واحده تشوف الثانيه. ايش اكتب؟ الجواب اول سؤال، شنو لون ست ميادة المفضل؟ كتبوا اثنينكم. اوكي فروها. صحيح، اول وحده تمام. اقول بس ابيض. والله اول جبرتي اول مره البس ابيض بحياتي. زين نشوف السؤال وراء، امسحوا هاي الاجابه. اكثر اغنيه تحبها المها من اغانيها؟ هي؟ لا أنا أحب الأغنية؟ انت تحبيها من اغانيك. بس ما اضر راح اتجاوب. شوفونا تعال كيف. وين تحكي على القديم؟ انا احكي على البدايه. حلوه هاي كانت. هاي اغنيه كيف؟ انا هاي هم تعال حضنك. تعال حضنك يعني صح، هي ذيك اغنيتي. كلها اغانيها حلوه. أي. بس تعال حضنك انا احبها. اوكي نروح للوراها. خاله هنا انت خسرتي. خاله ركزي بالاسئله. انا اشوفك كل مره تقولين خاله جاي يطيح فينا ساري. زين كلمه هوايه تكررها المها الك، هوايه تقول لك اياها. كتبيها. دقيقة لأفكر. دقيقة. يعني أعرف. سمع كلامي. سمع كلامي. لا مستحيل. مضبوط. وده سمعين كلامه لو شال على قلبها. يعني هي خالص. ليش ما سمعين كلامي يعني كل مرة. زين. كسرنا ثلثين من الخال، كل الخال. أكثر شغلة تنساها ست ميادة، هي وطالعة هي وهاي دائما تنسى هالشيء. ما تنسى شيء. تنساه بالبيت. ما تنسى شيء. ما أنسى شيء. ما شاء الله هي مبرمجة. مبرمجة. إذا هم نفس الشيء جاوبته، ما تنسى شيء. نروح للوراها. ما أنسى. زين أول حرف الأقرب ابن أو بنت الست ميادة على قلبها. ألف بنتي. هي هذا ألف يعني حرف اسمها بنتك يعني. حرف الألف. أصالة. أصالة. والثانية ما تحبيها؟ قلت لك لا تقولين اسمي أشوف فضحت بناتي. لا بالعكس اسم كلش حلو.